السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين وأسعد الله أوقاتكم باليمن والبركات. يا جماعة الخير، ليه ما عندنا تلفزيون؟ ليه ما عندنا إذاعة عالمية؟ مفلسين يعني؟ ما عندنا قروش؟ يا أخي قولي لنا لمفلسين نجمع يا أخي إن شاء الله ريال ونعمل تلفزيون. أنا أتعهد إنه تلمبة واحدة أديكم ليه وتعملوا تلفزيون. ليه 200 نحن حنقعد نشحد في الجزيرة؟ كل مرة نقول لهم يا الجزيرة تعالوا اهتموا لقضيتنا، نحن برضو مظلومين، نحن برضو عندنا ناس يموتوا في البحر. ليمتين حنقعد نشحت فيهم لحد ناس الجزيرة ذات زجوا مننا. لماذا لا نتناول القضية الإريترية؟ لأنه إريتريا نحن ممنوعون من الدخول إلى إريتريا كسائر وسائل الإعلام والحديث عنها، ولذلك لا يمكن نحن تلفزيون، يعني لا يمكنني أن نخرج بخبر من دون صور، وبالتالي هذه المشكلة الحقيقية لإريتريا. لا يوجد أي وسيلة عالمية، لا يوجد صور على الوكالات، لا يوجد إمكان. انت اذا عندك اعلام انت اقوى واحد في العالم، ما في زيك، انت معلم والناس كلها تجي تتلم تحتك عشان منك تتعلم. حتى لو انت شخص واحد الدول كلها شوف تتحالف معك لانك عندك اعلام قوي، لكن ما عندك اعلام انت يا عزيزي موضوعك مستحمي. لو ما عندك اعلام تصحى من النوم تفتح التلفزيون عادي جدا تلاقي الدنيا مقلوبة في خبر مفبرك عن بلدك ما له اي صحة، عادي جدا تلاقي استديوهات تحليلية بتتكلم في الخبر المفبرك اللي هو عن بلدك وحضرتك تقول ما جايب ولا خبر. الخبر يقول في خطوة غير مسبوقة ابدا قررت الحكومة الارتيرية اجبار الرجال على تعدد الزوجات على ان تتكفل الحكومة بمصاريف الزواج والسكن. في أريتريا أصبح الرجال مجبرين تحت طائلة القانون على الزواج من أكثر من امرأة، وذلك في محاولة للقضاء على ظاهرة العنوسة المتفاقمة بسبب قلة عدد الرجال مقارنة بعدد النساء في البلاد، فضلا عن تأثير الحروب التي ساهمت في انخفاض عدد الرجال في المجتمع. أو عادي جدا، يعني عادي جدا ممكن يجي واحد يتفلسف على أساس إنه هو دكتور في تاريخ ويألف في تاريخ بلدك ويألف حتى في نشيدك الوطني، عادي جدا وإنت ما جايب خبر. يعني هو باللغة العربية كله. ممكن تقول لنا هو ما كانوا يعني عايز برضو يعني سامو شاهدين يعرفوا هم بيقولوا ايه، يعني هم قالوا إريتريا ايه يعني؟ هي إريتريا رمز الصمود، إريتريا رمز الثبات. مين اللي ولدوا بقى؟ مين؟ قبيلة رشايدة. عندك كلمة طيبة اقولها، ما عندكش تغرس خالص. أنا زمان لما كنت أسأل نفسي وأقول نحن ليش ما عندنا إعلام؟ كنت أفتكر إنه نحن ما عندنا كوادر، ما عندنا ناس خبيرين أو عندنا خبراء في الإعلام سواء مخرجين أو مصورين أو محرفين مونتاج، لكن اتأكدت حاليا إنه نحن عندنا بالكميات وكمان يشتغلوا في منصات كبيرة، لكن مع الأسف بعيدين جدا من إريتريا ومن الإريتريين. طيب يا جماعة الخير، الناس دي ايش المانع اللي يخلي الناس دي او الكوادر المؤهلة انها تجي وتشتغل اجل إريتريا وتعكس ثقافة إريتريا وعادات إريتريا للعالم زي ما هم شغالين للدول التانية؟ ويمكن انا اشوف انه واحده من المشاكل الاساسيه الشعب الإريتري يتحدث بعدد من اللغات ولغات يعني عدد من اللهجات. مجال اسباب مختلفه، يعني نحن بنشاهد انه في كثيرين درسوا في الخارج إعلاميين وعلماء وشهادات مختلفة ورجعوا لإريتريا وانصدموا بالواقع فصار عندهم ردة الفعل. بالإضافة لعدد من الإريتريين، أنا ما أقول الناس قد يمكن يكونوا بعيدين من الوطن، بالإضافة لأنه في مشكلة أساسية بيعانوا منها أنه ما في تنسيق بين هؤلاء الناس، يعني في مجموعة بتشوف هذول والموضوع اللي صار معاهم فيقول لك أبعد وأسلم، أسلم لي إني أكون بعيد عن هذا الوضع الشائك. هو هذا الوضع الشائك هو وضعنا كلنا كإريتريين، لازم نحاول إننا ندخل فيه ونعمل فيه. أتوقع متأخرين عن الميديا لأنه تعرفنا عليها مؤخرا، رغم إنه نحن عندنا كفاءات مبدعة، كفاءات ناجحة مؤهلة، بس مجتمعنا ما كان يساعدنا يمكن، أو كمان الحاصل يمكن في إريتريا أو التفكير الكثير عن بلادنا عن أهالينا يمكن خلانا شوية نكون بعيدين عن الميديا، بس إنه الحمد لله إنه نحن مؤخرا قاعدين نشوف كفاءات كثير أبدعت صارت تخترق الميديا والسوشيال ميديا كمان، وأتمنى لهم النجاح. يعني
طبعا سمعنا اراء الناس، مطلوب منكم تكتبوا تحت في مكان التعليقات تعليقاتكم وارائكم حول الموضوع، وما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ولحد ما نشوفكم في الحلقة الجاية في امان الله.